خير واهلا بيكم حلقه نهايه الاسبوع واغنى العاصمه. نجم هذه الحلقه والفنان الكبير المخرج داوود عبد السيد وفيلمه قدرات غير عاديه. والحقيقه ان داوود عبد السيد مش بس هنتكلم معاه على الفيلم اللي موجود دلوقتي في السينمات، ولكن هنتكلم عن مشوار طويل، هنتكلم عن الطبقه الوسطى، هنتكلم عن كيف يفكر داوود في السينما، هنتكلم على افلام كتيره، الكتكات، رسائل البحر، ارض الخوف، ارض الاحلام، الصعاليك، في افلام كتيره جدا لداوود بيربطها خيط واحد، بيربطها فكر واحد. فيلسوف السينما أسموه مؤخرا، هو فيلسوف فعلا السينما المصرية داوود. فيلمه أحيانا بيبقى صعب على الناس وأحيانا بيبقى سهل، زي الكتكات اللي كان فيلم اللي طبعا له شعبية وجماهيرية كبيرة، لكن في النهاية أنت بتخرج من الفيلم معبأ بمشاعر كتيرة، يمكن مش فاكر مشهد معين لكن معبأ بحالة، بمشاعر، بفكرة، ببهجة، بتفكير، بتقعد تفكر كتير جدا. دي سينما داوود عبد السيد، والحقيقه انه دي من اجمل انواع السينما اللي انا بحبها. استاذ داوود عبد السيد هيكون ضيفي النهارده، واستنى كل اتصالاتكم الهاتفيه. طبعا ده فيلم الحقيقه شارك فيه مجموعه من الفنانين، خالد ابو النجا عمل دور هايل، نجله بدر عملت دور الحقيقه ممتاز، عباس ابو الحسن، محمود الجندي في طفله جميله عملت دور جميل، وطبعا يعني الموسيقى لراجح داوود، ويعني كل مكونات الفيلم، وداوود هو اللي بيكتب افلامه. هنشوف بقى النهارده داوود عبد السيد ازاي هيكشف لنا من خلال فيلمه عن كل قدراتنا الغير عاديه، ورساله الفيلم نتكلم عليها بعدين. ولكن داوود عبد السيد النهارده هو ضيفنا، وقدرات غير عاديه. لازم احيي كاميرا واضاءة مروان صابر وديكور انسيا ابو سيف. طبعا واضح الصورة مختلفة جدا، وهنشوف الديكور ونتكلم مع الاستاذ داوود بعد ذلك عن كل هذه التفاصيل. النهاردة وصل منذ ساعات قليلة ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان ليترأس وفد سعودي، يعني اجتماع بين الوفد المصري او بين الحكومة المصرية وبين الوفد السعودي في مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، الذي يهدف طبعا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية. هذه مصر هي أول دولة يزورها ولي العهد في عقب إعلان الرياض بالأمس عن التحالف العسكري الإسلامي. هذا التحالف الذي يضم 34 دولة أعلنت عنها الرياض بالأمس. لكن قبل ما نتكلم على التحالف، مصر تتوقع من هذا اللقاء المشترك مجموعة أمور اقتصادية. أولا في استثمارات، متوقع أن مصر ستعرض مجموعة من المشروعات على الجانب السعودي، أيضا نتوقع ودائع ودعم سعودي للبنك المركزي. ثالثا نتوقع أيضا تواصل المساعدات النفطية لمصر، ودي ثلاث حاجات كانت صرحت بهم السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. بالأمس الرياض أعلنت عن هذا التحالف في 34 دولة إسلامية تتضمن مصر والأردن وطبعا السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين وبنغلاديش وتونس والسودان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا والمغرب واليمن. وهناك وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن 10 دول أخرى توافق وما زالت تبحث الانضمام لهذا التحالف. هذا التحالف ليس به العراق ولا الجزائر ولا سوريا. معي على الهاتف الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عماد، سيادة النائب، يعني
هذا التحالف يطرح مجموعة من الأسئلة، ماذا هل هو بديل لما طرحته مصر في الجامعة العربية عن القوات العربية المشتركة؟ ما هو تعريف الإرهاب؟ هل كل هذه الدول متفقة على تعريف الإرهاب؟ يا استاذ رميس، اتصور انه بالفعل هو بديل عن اللي طرحته مصر عن القوه العربيه المشتركه، واللي كان في اجتماع محدد ليها وتم تاجيله بطلب من الطرف السعودي. علينا ان احنا نقول ان التحالف اللي من 34 دوله ده اعلن في الرياض ومن قبل ولي العهد امام مجموعه من الصحفيين السعوديين فقط لا غير، وبالتالي هي فكره سعوديه طرحت بشكل واضح. حضرتك قلت الدول اللي موجودة أغلبها والدول اللي مش موجودة، أنا أتصور أنه هذا التحالف مرتبط بقضايا محددة وسيصطدم بقضايا أخرى. أولا خلينا نقول أنه تحالف من دول سنية، وبالتالي ممكن يبقوا متفقين على موضوع اليمن، لكن لا اتصور انه ممكن يتفقوا على موضوع ليبيا او العراق او سوريا، لان في دول داعمه للجماعات الارهابيه والجماعات التي تحارب السلطه في سوريا وفي ليبيا وفي العراق. يعني تركيا وقطر من ضمن هذا التحالف، لكن هم من ابرز الدول الداعمه لداعش في سوريا بالظبط، ومن ابرز الدول الداعمه بالسلاح المباشر للدواعش الموجودين في ليبيا. وبالتالي انا اتصور انه ده مرتبط بمجريات الاحداث على الارض في اليمن. طب ما في تحالف، طب ما في تحالف يا دكتور عماد بخصوص اليمن، حتى تم وقف اطلاق النار بالامس، لكن في هناك تحالف بخصوص اليمن، ايه الجديد؟ يعني ما الهدف من هذا التحالف؟ هل هو، هل احنا داخلين في فكره السني الشيعي، يعني الاطار السني الشيعي؟ يعني حضرتك الدول اللي ذكرتيها انها اعضاء في التحالف، والدول اللي ما ذكرتهاش في التحالف، يعني في دول في اعضاء في منظمه المؤتمر الاسلامي ليست موجوده في هذا التحالف، وهي الدول الشيعيه او ذات الاغلبيه الشيعيه، العراق، سوريا، ايران، مش موجودين في هذا الامر. اندونيسيا مش موجوده بسبب الحسابات الطائفيه او حسابات الموقف الاندونيسي. فاتصور انه واحد هو يمكن ان يستخدم في العراق في اليمن لحسم الموقف سريعا وايجاد غطاء لمشاركه قوات من هذه الدول بسبب عجز قوات التحالف العربي عن حسم الامر في اليمن. النقطه الثانيه انه بيمثل غطاء مهم للمملكه العربيه السعوديه بعد الانتقادات الشديده اللي تم توجيهها من عدد من المسؤولين الامريكيين بعدم اتخاذ موقف واضح. ايضا هناك مطالب كانت من عدد من الشخصيات الامريكيه المهمه التي طالبت المملكه العربيه السعوديه باتخاذ خطوات فاعله، وهناك مسؤول امريكي مهم طالب بتشكيل قوات سنية تتشكل من 100,000 لمحاربة داعش. أو أتصور أنه الإعلان في المملكة العربية السعودية ومن جانب ولي العهد، والمهم هو أمام مجموعة من الإعلاميين السعوديين، لم يكن هناك إعلامي واحد في المؤتمر الصحفي ينتمي إلى جنسية غير سعودية، وبالتالي تم ضبط المسألة بحيث أنه يقول بيانه والأسئلة تكون محددة ومتفق عليها مسبقاً لأنها فكرة سعودية بالكامل. وأنا شخصيا أربط ما بينها وبين حزم المساعدات التي بدأ الحديث عنها بشكل واضح. لكن النهارده كان في المؤتمر الصحفي بتاع الجوبير وزير الخارجيه، وكان امام عدد من الصحفيين الاجانب، لكن برضو ما كانش في رد على مجموعه من الاسئله. يعني مثلا حزب الله هيعتبروه ايه؟ حزب الله حضرتك عارف ان هو يعني السعوديه تعتبره جماعه ارهابيه، وحزب الله موقفه من المملكه السعوديه واضح. طيب كيف سنواجه داعش اذا كانت العراق غير موجودة في هذا التحالف؟ طيب هل ده معناه ان في قوات برية هتذهب مثلا الى هتساعد، لانه الكلام على الارهاب في العالم في المنطقة كلها، في سيناء وفي سوريا وفي ليبيا، يعني في برضو اسئلة غير مجاب عنها يا دكتور عماد. تصور انه خلينا نكون واضحين يا استاذ لميس، نتكلم بشكل دكتور عماد. طيب
واضح الخط قطع دكتور عماد. خلوني هنعود لدكتور عماد مرة أخرى، لكن ناخد من العراق دكتور إحسان الشملي الكاتب والسياسي العراقي. دكتور إحسان، لماذا لم تنضم العراق أو لم ينضم العراق لهذا التحالف؟ شكرا على الاستضافة. العراق لم يدعى أولا إلى هذا التحالف الذي شكل من قبل السعودية حصرا بالتحديد، ولو كان دعي الموضوع اختلف بشكل كبير، فيما أن العراق الآن يخوض حربا بالنيابة عن المنطقة، عن صحيح. العالم، ضد داعش وغيرها من القوى المتطرفة، وبالتالي هناك أكثر من تساؤل فيما يرتبط بهذا التحالف. العراق يرحب بكل الأحوال بأي دعم ممكن أن يقدم له من قبل أي من العناوين، سواء كانت على مستوى منظومات تحالف عسكري أو سياسي، أو حتى على مستوى الدول الأخرى على مستوى التعاون الثنائي. لكن عملية الفرز الذي حدثت، أو الاستثناء حسب ما صرح به، أو هكذا لاحظنا الموضوع، يبين بما لا يقبل الشك بأن القضية لها أبعاد أخرى. لذلك العراق ينظر بترقب، وإلى حد هذه اللحظة لم يصدر موقف رسمي، يعني رغم من أن هناك قوى داخل العراق وبالتحديد الممثلين للسنة رحبوا، بل حتى يضغطون باتجاه انضمام العراق إلى هذا التحالف. من وجهة نظر أن الحكومة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمضي أو حتى تنخرط بتحالفات على أسس طائفية أو حتى على أسس المحاور، لأن وأنت تشعر أن هذا التحالف هو على أسس طائفية سنية شيعية. عدم دعوة العراق على أقل تقدير، قد يكون هناك موقف اتجاه سوريا من قبل السعودية، من قبل بعض الدول المشكلة لهذا التحالف الإسلامي، قد يكون هناك موقف يعني ربما هذا الموقف مبني على مواقف العراق السابقة اللي كانت رافضة أو معترضة مثلا على القوى العربية المشتركة أو على التحالف ضد اليمن. يعني كان في مواقف للعراق، فربما يعني أنا بحاول أحلل، ربما بنت الرياض موقفها بناء على مواقف العراق. يعني لا أختلف معك سيدتي بما طرحتيه. نعم، العراق نظر إلى موضوع التحالف العربي أو ما سمي عاصفة الحزم هناك فيما يرتبط باليمن، هو انغماس ضمن يعني مساحة لصراع أو حرب بالنيابة قد يضر بمصالحه العليا، وليس على أساس الانجذاب إلى المحور الإيراني بالتحديد أو حتى الحوثيين. العراق يحاول أن ينأى بنفسه عن طبيعة الصراعات الموجودة، يعني قدر المستطاع لا يمكن له بأي حال من الأحوال، وهو ضعيف الإمكانيات ولا يمتلك تلك المساحة من التأثير حتى القوى العسكرية، أن يمضي أي من المحاور، لأن في ذلك سيكون ارتدادات سلبية جدا على الداخل العراقي. ومن ثم السعودية قد تكون نظرت إلى حد هذه اللحظة لا أعتقد إلى ذلك الموقف المتحفظ من التحالف العربي في اليمن، وإنما تنظر إلى حد هذه اللحظة على أساس أن الحكومة هي للشيعة، وهذا خلاف الواقع. يعني الكابينة الحكومية هنا مشكلة من جميع الطيف المجتمعي السياسي بالتحديد، من السنة والشيعة والكرد. لكن بتصوري أن السعودية تنظر إلى تلك الامتدادات لبعض القوى الموجودة داخل مؤسسات الدولة العراقية وطبيعة علاقتهم مع طهران، وهذا بكل الأحوال يضع العراق في دائرة الشك من قبل هذه أو هذا التحالف بالتحديد. وهذا يدعوني أن أسألك، يعني كنت تتحدث عن الفرز الذي حدث وأن العراق لم يدعى في المقام الأول، إذا كان قد دعي العراق هل كان سينضم؟ يعني من وجهة نظري، وأنا هنا في بغداد ولدي علاقات يعني كبيرة مع دوائر صنع القرار هنا، العراق لا ينظر بقلق إلى يعني كل ما يمكن أن يحقق انتصارا على داعش بالتحديد، وبالتالي لو دعي العراق أنا أعتقد أنه كانت رسالة إيجابية من قبل السعودية بالتحديد، سيما وأن العراق طالما دعا المنظومة العربية سواء على مستوى اجتماعات الجامعة العربية أو حتى على مستوى اللقاءات الثنائية، فلا أتصور بأن العراق
سيرفض، على أقل تقدير سيكون متواجدا بصفة حتى وإن رفض الانضمام إذا ما استشعر بأن هذا التحالف الإسلامي هو بني على أسس طائفية، يمكن أن يكون مراقبا. وهذه رسالة أيضا اطمئنان، يعني طبيعة العلاقة التي يمتلكها العراق مع طهران، مع سوريا، مع حزب الله. أنا أعتقد أن وجود العراق قد يبدد تلك المخاوف لدى هذه الأطراف ولدى الشيعة بشكل كامل على مستوى العالم، لأن العراق إلى حد هذه اللحظة يحظى بعلاقات متوازنة مع الجميع. مع ذلك أنا يعني أستشعر بأن هناك خطأ كبير يعني في موضوع استبعاد العراق، والعراق هو الآن هو من يتصدى للإرهاب. كيف يمكن أن نؤمن بأن هذا التحالف الإسلامي هو يندفع باتجاه محاربة الإرهاب ولا يمكن مد علاقة أو حتى تعاون مع حكومة متواجدة وتتصدى للإرهاب؟ لذلك كثير من علامات الاستفهام يجب الإجابة عنها. أنا أعتقد أن هذا التحالف قد يكون هو أشبه ما يمكن أن نسميه هو المرحلة اللاحقة للتحالف العربي، خصوصا وأن يعني مثل ما أشار ضيفكم قبل قليل على أن موضوع اليمن واستنزاف السعودية هو من دفع إلى حد كبير إلى الانطلاق لهذا التحالف. مع ذلك لا ننكر النوايا الحسنة لقضية سبح جماح الإرهاب التي الذي بات يضرب في العالم العربي في كل الأماكن وحتى المنظومة الغربية. نعم، بشكرك دكتور إحسان الشاملي الكاتب والسياسي العراقي من بغداد. ويعود إلي مرة أخرى الدكتور عماد جادي. يعني سمعت الرأي العراقي دكتور عماد أنه العراق لم يدعم من الأساس، يعني إذن إحنا بنتكلم هنا على تحالف سني ليس عربي، إحنا بنتكلم على تحالف ديني، تحالف سني ليس عربي. سؤالي بقى هو ما هي مصلحة مصر في الوجود في هذا التحالف؟ يعني من الناحية الاستراتيجية العسكرية لا أتصور أن هناك مصلحة لمصر في الوجود داخل هذا التحالف، لكن إذا كانت هناك اعتبارات عملية مصلحية آنية ضاغطة اقتصادية أو غيرها، فربما تكون هناك عوامل ضاغطة دفعت إلى هذا الاتجاه. مصر لا تنضم إلى محاور دينية على الإطلاق. مصر كانت ضد حلف بغداد في الزمن الماضي الذي كان بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. كنت أتمنى إذا كنا بالفعل كانت هناك نوايا طيبة في مواجهة الإرهاب، كان ينبغي أن يكون تحالفا عربيا ويضم إليه العراق وتضم سوريا وتضم كل الدول. لكن أن تسميه تحالفا إسلاميا ثم ينتهي بنا الأمر إلى تحالف طائفي، أتصور أنه يمكن أن يعمق الجراح في المنطقة ويقلق صراعات جديدة، كما أشرت من قبل أستاذ لميس إلى موضوع حزب الله وإلى ميليشيات أخرى أيضا يمكن أن تبدأ في التشكل، ويمكن أن يرد على هذا الأمر بتحالف مقابل من دول أغلبيتها شيعية. ما كنا نحتاج إلى مزيد من هذا الانقسام. أتصور أن مصر عليها أن تتريث في هذه المسألة. كما قلت لحضرتك يعني التحالفات العسكرية حينما تطرح تكون بعد دراسات عميقة من العسكريين والسياسيين، ثم يطرح بأجندة وبمبادئ أساسية مثل الناتو أو تحالف حلف شمال الأطلنطي له أسس واضحة ومرتكزات واضحة وأهداف محددة، هي الدفاع عن منطقة شمال غربي الأطلنطي، ولا يعملون في منطقة خارجها لا على أسس دينية ولا على أسس طائفية. وبالتالي هذا التحالف هو فكرة سعودية يبدو أنها جمعت مجموعة من الدول بداخلها، بدليل أن فلسطين بداخل هذا التحالف، فما تمتلك فلسطين، ما تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية إلا أن تكون رقما ضمن 34 دولة. فبالتالي أتصور أنه يعني استراتيجيا على مصر أن تتريث وتناقش هذه الفكرة، ولماذا لا يكون تحالفا عربيا ضمن ميثاق جامعة الدول العربية. أما تحالف بهذا الأمر أنا أضع يدي على قلبي أنه ربما ننجر، حتى لو شارك جندي واحد من عندنا، ننجر إلى خصومات وعداءات نحن يعني في غنى عنها. النقطة الثانية أن الجميع المشارك ليست لديه رؤية واحدة لتعريف الإرهاب، ليس لديه حلفاء وأعداء يعني متفق عليهم، يعني داخل 34 دولة في قطر
في تركيا دول داعمين للدواعي. صحيح صحيح. ربما يتفقوا فقط على موضوع اليمن. بشكرك دكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الهرم للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومعي من الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات. دكتور، هل يعني بدأت ترشح أفكار أن هذا تحالف سني ضد الشيعة؟ يعني هل إحنا بنتكلم هنا على صراع سني شيعي أم أننا نتحدث عن نوايا حقيقية لمواجهة الإرهاب، خاصة أن العالم كله بيبص لنا بيقول طب ما أنتوا كعرب وكمسلمين مش عارفين اساسا تواجهوا الارهاب اللي موجود في بلادكم. مساء الخير. مساء النور. رميس، واعتقد يعني ينبغي ان نعرف انه اي حلف عسكري في الدنيا ينبغي ان يكون لديه وضوح شديد من هو العدو وما هو مصدر التهديد. واعتقد يعني هذا الحلف الذي يعلن عنه في السعوديه واضح كل الوضوح في هذا الهدف على الأقل، أن الآن في هذه اللحظة العدو المشترك لنحو 1.5 مليار مسلم هو الإرهاب الذي يتحدث باسم الإسلام. هناك خطر علينا نحن، على عقيدتنا، على دولنا، على أمننا، وهذا الخطر هو الإرهاب، بعيدا عن هذا التصنيف السني والشيعي وما إلى ذلك. هناك اتفاق من حيث المبدأ بمن هو العدو. ثانيا يعني هذا الحلف يعني حقيقة فكرة ذكية جدا، من حيث أنه يرد على أولا الادعاء الغربي أنه هذا المسلمين لا يتحركون ولا يستجيبون لدعوات القضاء على داعش والقضاء على المنظمات الإرهابية التي موجودة في بيننا. فأعتقد يعني من حيث التوقيت ومن حيث المضمون النوايا طيبة، ويبقى بعد ذلك الدخول في التفاصيل، ونرجو أن لا نحمل هذا الحلف الذي تم الإعلان عن هذه الشحنات الطائفية المقيتة. هناك 1.5 مليار مسلم يرغبون في القضاء على الإرهاب، وهناك حوالي 50 دولة إسلامية كلها دول سنية ما عدا دولة واحدة تقول أنها بدستور أنها شيعية، فيما عدا لذلك نتحدث عن حلف إسلامي. نعم. وليس سني أو شيعي. نعم. بشكرك دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات. إذن هذا التحالف ربما كان مفاجأة لنا جميعا، ولكن الهدف جيد، يعني الهدف له نوايا حسنة. بالفعل يجب أن نقف كدول عربية وإسلامية أمام هذا التطرف، لأنه خارج من بلادنا، يعني ده إرهاب مزروع في بلادنا خارج من بلادنا. صحيح أنه له أسباب غربية، صحيح أنه له تمويل من برة، صحيح أنه له أسباب أخرى، ولكن هو في النهاية يخرج من هذه المنطقة، فكان لابد من وجود يعني تحرك من هذه المنطقة، مش بس تحرك من الخارج، ولكن يحتاج هذا التحالف بقيادته أنه هو يجيب عن مجموعة من الأسئلة، يكون لديه تعريف واضح للإرهاب، يكون لديه تنسيق واضح. وعندنا مشكلة أن في دول داعمة للإرهاب وداعمة لبعض الجماعات المتطرفة زي قطر وزي تركيا داخل هذا التحالف. لكن الفكرة الحقيقة أنها فكرة جيدة وفكرة مهمة إذا ما كانت مبنية فعلا على مواجهة الإرهاب. والنهاردة مصر رحبت بيها، وبيان وزارة الخارجية كان واضح في هذا الشأن. هننتقل لأخبار أخرى خالص. والنهاردة مجموعة من القضايا المهمة في مقدمتها الاستئناف في قضية نسب أبناء أولاد الفنانة زينة و قضيتها ضد الفنان احمد عز. والحقيقه انه النهارده طبعا الحكم هيكون يوم 13 يناير، حيث حجزت محكمه مستأنف الاسره المنعقده بالقاهره الجديده استئناف احمد عز ضد الحكم الاول باثبات نسب التوأم لجلسه 13 يناير المقبل. المثير في هذه القضيه النهارده ان زينه بنفسها هي اللي قامت واترفعت. للأسف الأستاذ محمد الدكر وكان محامي بارع الحقيقة، أنا كنت أعرفه شخصيا،
توفي منذ أيام قليلة، أسابيع قليلة، وأنا بحيي أسرته ويعني بدعو له بالرحمة والمغفرة. كان رجل عظيم، واحد من أهم المحامين الشرعيين في مصر، يعني كان راجل محترم جدا الحقيقة، دكتور محمد الدكر، لكن توفاه الله. فوقفت زينة أمام القاضي تترافع هي بنفسها. مساء الخير يا زينة. زينة، مساء الخير. مساء الخير. يعني أنا يعني الحقيقة تأثرت جدا إن أنت وقفتي النهاردة تترافعي وقلتي جملة مهمة جدا للقاضي، قلتي له أنا المحامي بتاعي مات، وأتمنى بقى إنه ناخد الحكم قبل ما أموت أنا كمان. زينة، للأسف الله يرحمه طبعا ما يغلاش على اللي خلقه، أستاذ محمد كان بالنسبة لي مش مجرد محامي بس، كان بالنسبة لي زي أبويا الله يرحمه ويرحم أبويا إن شاء الله. فأنا زعلت جدا جدا جدا، وكان موته بالنسبة لي كان صدمة كبيرة جدا، لأني كنت على طول بكلمه وعلى طول بسأله وعلى طول بستشيره، لدرجة إن هو قال لي قدمي في كلية حقوق يا بنتي تنفعي، يروح قدمي في كلية يلا. فأنا اتأثرت جدا وتعبت، وحسيت إن أنا وسطي اتقطم في موت الصراحة. هو كان راجل محترم جدا جدا زي ما قلتي، واكتر بكتير كمان فوق ما تتخيلي يعني، وكان علامة، كان رجل قانون بارع الحقيقة، كان راجل قانون، كان عالم كبير. صح. صح. وكان بيجيب حقوق ستات كتير قوي، وكان بيجيب حقوق ناس مظلومة. والحقيقة ان انا اول ما رحت له اول مرة وحكيت له كل حاجة بمنتهى الصراحة ومنتهى الامانة، سألته سؤال فظيع يعني، قلت له لو احمد عز جالك كنت هتاخد القضية بتاعته؟ قال لي اعوذ بالله. فقلت له ليه اعوذ بالله؟ ما هو ممكن يدفع فلوس كتير قوي وكده. قال لي لا يا بنتي انا ما باخدش قضايا نفس، وابويا ما حلفني قبل ما يموت ان عمري ما اخد قضايا زي كده خالص، اعوذ بالله عمري ما اعمل كده. والحقيقه ان هو خد قضيتي من غير ما ياخد مني ولا مليم، لان هو كان عارف ظروفي ساعتها، كنت راجعه من السفر وكنت صارفه فلوس كتير وسالفه من اهلي فلوس كتير جدا، عشان ولادي كانوا تعبانين وقعدوا في الحضانات مده 4 شهور وانا قاعده جنبهم، فلك ان تتخيلي بقى الطفلين عيانين جدا في حضانات في بلد غاليه جدا عليا. فانا حكيت له كل الحقيقه بمنتهى الصراحه، وهو وقف جنبي والحقيقه ما رضيش ياخد مني فلوس خالص، وقال لي ما تحرمنيش من الثواب اللي انا هاخده، دول عيلين مش عيل. صحيح. النهارده قلتي ايه للقاضي يا زينه؟ انت اللي قمت اترافعتي النهارده، قلتي ايه للقاضي؟ والله انا كان معايا اساتذه محامين طبعا، واستاذ يعني معتز الدكر اخو استاذ محمد الدكر، هو كان متابع مع استاذ محمد القضيه، واستاذ عاصم انديل، واستاذ طارق جميل سعيد، واستاذ طارق عرفه، كلهم اساتذه عظام وكل حاجه. بس اقول لك على حاجه، استاذ محمد الحمد لله كان معايا في القضيه، واستاذ معتز طبعا كان شغال معايا في القضيه، واستاذ محمد الله يرحمه كلمني قبل القضيه ما فيش يعني بشويه صغيرين، قبل ما يتوفى الله يرحمه، وقال لي انت فين؟ قلت له انا في البيت. قال لي طب تعالي هعزمك على حاجه تشربيها وعايزك تقري حاجه. رحت قابلته، فقعدني وقراني المذكره صفحه صفحه، هي ان هو كانه كان حاسب الله يرحمه، فهو كان بالنسبه له القضيه مقفله، وقعد قراهاني وقعد يسالني فيها ولاحظت ايه وشفت ايه. فانا كنت حافظه كل يعني، دي قضيتي. بصي مهما كان اعظم محامي في العالم مش هيقدر يقول اللي جواكي. صحيح. اللي جواكي اكبر بكتير، لان انت اللي بتعاني اكتر واحده، انت اللي ما بتعرفيش تنامي، انت اللي عايشه مع اطفالك وانت اللي شايفه معاناتهم. يعني حكيت للقاضي قلت له انا ما بفهمش في القانون حضرتك خالص، والحقيقه ان هو يعني سمعني الحمد لله. قلت له انا هم اتكلموا بالقانون كلهم وانا ما بفهمش في القانون خالص، انا هحكي لك حكايتي وانت احكم. قال لي اتفضلي. قلت له كذا 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 كذا، وانا تعبت جدا، انا بحاول اجري، وده مش خلي بالك انه دخولي المحكمه، انا حضرتك ما فيش ولا جلسه ما رحتهاش، كل الجلسات بحضرها بنفسي، لانه انا قلبي على القضيه. وهو كمان المفروض ان هو لو بني ادم شايف ان هو لو هو شايف حتى، هو متاكد طبعا مليون في الميه، انا ما عنديش شك، كان على الاقل الاستئناف اللي هو رفعه، طب روح تابع شغلك، روح تابع حاجتك. بس هو عارف، هو ما يقدرش يواجه، هو كبيره يستخبى ورا شويه محامين جايبهم عشان يفضلوا يغلطوا فينا. خليهم، انا سبتهم يعملوا اللي هم عايزينه. انا استاذ محمد دايما كان معلمني انه ركزي في انت عايزه ايه، ما تخليش اللي قدامك يجرك ورا الحياه بتاعته والتفاهه اللي ممكن يقولها، خليكي مركزه في شغلك، ركزي في هدفك عشان تعرفي توصلي له. فانا بصراحه ما كانت شاغلني اي حاجه،
يعني اللي عملوه النهارده في المحكمه والكلام اللي قالوه ما شغلنيش في حاجه، اني شفت اكتر منه في المحكمه قبل كده لما خدنا الحكم الحمد لله وكسبناه. فانا كلمته ببساطه شديده وحكيت له، فقلت له كذا 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 كذا، وانا تعبت قوي. قلت له حضرتك المره اللي فاتت اجلت عشان هم نسيوا صحيفه الدعوه، يعني ناس هم رافعين استئناف وهم رايحين ناسيين صحيفه الدعوه. انت فاهم حضرتك انا راح اشتكيكي وانا ناسيه الورق اللي هشتكيكي بيه، طب انا جاي اشتكيكي ليه؟ عشان اضيع وقت؟ قلت له يا فندم المره اللي فاتت استاذ محمد ما اترفعش، والحقيقه ان هو الله يرحمه توفى، ودي المذكره بتاعته، وما عندناش حاجه نقولها. في الوقت اللي حضرتك اجلت فيه من الجلسه اللي فاتت للجلسه دي استاذ محمد مات، وما فيش حد يضمن عمره ولا صغير ولا كبير. الواحد النفس اللي بيطلع مش ضامن ان هو يطلع تاني. قلت له يا فندم انا خايفه ان انا على الجلسه الجايه لو اجلت لي تاني ان انا ما بقاش موجوده اموت. انا بقالي 3 سنين في ضغط. طبعا هو ملوش ذنب. يعني ايوه طبعا. كتر خيره طبعا. طبعا. بس هو المشكله ان احنا ما هو القضاء اتعمل عشان يجيب لنا حقنا. حتى لو احنا اخترنا غلط. حتى لو واحده اتجوزت واحد وطلع مش صح. حتى لو واحده اتجوزت واتجوزت في السر وما قالتش. حتى لو واحده في الاخر حقوق لازم تيجي. واحنا مالناش غير القضاء، مين هيجيب لنا حقنا؟ ما احنا مش عايشين في غابه. ان كان واحد هو خلاص قرر ان هو يبيع لحمه ويرمي عياله ويعمل كل ده ويتبرى منهم علشان شويه معجبين ولا شويه افلام ولا شويه مش عارف ايه، مع احترامي للمعجبين وانا عندي معجبين الحمد لله وكلهم بيحبوني، بس عمري في حياتي ما هفضل معجبين ولا ناس على لحمي حته مني. عمري لو 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 هقعد في البيت لو هروح اعمل اي حاجه اشتغل في اي حاجه اشتغل دادا ليهم حتى ما عنديش مشكله دول عيالي. كان هو قرر ان هو يعمل كده فانا صراحه ما عنديش اي استعداد اي حاجه تيجي جنب عيالي واي حاجه تمسها وهجري ورا حقهم لاخر يوم في عمري. والحمد لله انه القاضي المحترم النهارده ادانا حجز القضيه ليوم 13 حجز القضيه ليوم 13 يناير 13 يناير ان شاء الله للحكم، لان انا والله تعبت. قلت له انا تعبت قوي دخلت المحكمة، قلت لك صعبة صعبة طبعا. صعبة على البني ادم العادي طبعا طبعا، ما بالك ان انا كمان فنانة يعني طبعا. يعني كبيرة. وطبعا الحمد لله انه في محاكم، دي حاجة كويسة جدا انه في محاكم تجيب لنا حقنا، احنا مش في غابة. نفسي اخد حقي، نفسي اخد حق عيالي، عايز اعيش حياة طبيعية. اه غلطت طيب ماشي غلطت، انا اتجوزت كتير اذيت نفسي ما اذيتش حد. طب عايزة حقي. انا اذيت نفسي اه، بس كمان في واحد مؤذي اكتر مني، في واحد بيأذيني وبيأذي عيالي يأذيني انا. يعني انا مشكلتي كلها ان انا حبيتك وصدقتك واتجوزتك ووافقت على حاجات كتير، بس ما تاذيش عيالي اللي هم عيالك اصلا، يعني اللي هم عيالك واللي انت عارف ان هم عيالك. ولو ما كنتش عارف ان هم عيالك كنت جيت وقفت النهارده في وشنا، كنت جيت واجهتنا النهارده وحطيت عينك في عين عيالك ولا في عيني انا حتى. هو مش قادر يواجه، هو كذب او كان عمل الدي ان ايه، وده اللي كنا بنطلبه دايما. دي ان ايه هقول لحضرتك حاجه بس بخصوص الدي ان ايه ده، عشان الموضوع ده مش عارفه. يعني انا لما قالوا لي في الاول دي ان قلت لهم يا نهار ابيض ايه ده، دي منتهى الاهانه يا جماعه، ان هو واحد يقول لي كده، واحد انا اتجوزته وحبيته وكده يقول لي دي ان ايه، دي كبيره قوي. انا وصلت لمرحله ان انا بتكلم دلوقتي عادي جدا كان الدي ان ايه دي حاجه عاديه. يا جماعه ما يعمل دي ان ايه وما عملش ليه؟ بقت الموضوع بالنسبه لي خلاص كسر عندي الحته بتاعت انه يا دي اهانه، لا، لاني واجهت اهانات اكتر من كده بكتير بكتير. واحد موافق ان هو يروح تكريم الحصان الاسود والحصان الابيض والحصان الملون والبينك وكده، ومش راضي يروح يشوف قضيه عياله. زينة لو افرضي انه جالك احمد عز واعتذر واعترف بالولاد، اعوذ بالله ترجعي له؟ والنبي اعوذ بالله اسكتي الله يخليك. انا اللي فيا مكفيني، بقالي 3 سنين عايشه في مشاكل، عارفه يعني ايه اصلا تبقي في غربه وتعبانه وحامل ولوحدك. البني ادم ده اذاني كتير قوي. حتى لو جاي اعتذر لك واعترف بالولاد لو حصل حكم، ملوش دعوه بيا. لا انا بصي هقول لك على حاجه، انا الموضوع بالنسبه لي خلاص. الراجل لما 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 ينزل من نظر مراته ما بيرجعش تاني، لو عمل ايه خلاص انتهت. المشكله دلوقتي في عياله، انا هعمل اي حاجه في مصلحه عيالي واللي يعني اي حاجه لمصلحه عيالي، لو هتيجي على حساب حياتي هعملها. اي حاجه اللي تتخيليه واللي لا تتخيليه، انت عارفه يعني ايه ضنا وعندك ابن ربنا يخليه لك. فالحمد لله احنا مستنيين حكم المحكمه، ويا رب يكون عادل ان شاء الله. ان شاء الله. انت خدتي حكم اولاني باثبات النسب وهو استأنف، فاحنا منتظرين الحكم الثاني.
باذن الله. يا رب يا رب باذن الله. زينه كل الناس اللي وقفت جنبي كلهم الناس والله العظيم انا مش متخيله كم الجدعانه من الناس العاديه والفانز بتوعي والناس الامهات يعني والله لك ان تتخيلي وانا داخله المحكمه الناس بتقول ايه ان شاء الله هنكسب القضيه بيتكلموا على انها هنكسب القضيه بيقولوا لي ما تخافيش هنكسب ما تخافيش ربنا هيكرمنا يعني كانها كاني معاهم مش اهلي بس لا ناس كتير والله كتر الف خيرهم. قضيه زينه مش قضيه زينه بس وده دايما بقوله لها وبقوله للناس دي مش قضيه زينه بس دي قضيه مئات بل آلاف من قضايا النسب. احنا محتاجين نعدل القانون، محتاجين ان يبقى الدي ان ايه وتحليل الدي ان ايه ده جزء من القانون. محتاجين ان احنا نقف ونشوف اللي حصل لزينه والثلاث سنين انها بتحاول تثبت نسب اولادها. طبعا القضاء هو هيقول كلمته الاخيره، لكن هي خدت حكم قضائي اول باثبات النسب. لكن القضيه هنا مش قضيه اتنين فنانين بيتخانقوا او قضيه فنانه بتتخانق مع فنان، لا دي قضيه مجتمع باكمله وقضيه مئات من النساء في مصر محتاجين ان احنا نقف وننصفهم. واطفال ممكن يبقى فيه اخطاء، لكن الاطفال دول حقهم فين؟ هو ده اللي بندور عليه. زينه انا بشكرك، بتمنى ان الحق يبان في النهايه، واتمنى لولادك كمان حقهم يبان ايا ما كان بقى، ايا ما كان هذا الحق، لكن اتمنى لولادك ان هم يستريحوا بقى وانت تستريحي باذن الله. ودايما يعني بقول انه في طرفين في الموضوع، احمد عز ممكن يرد في اي وقت، لكن مره اخرى هذه قضيه مئات من النساء اللي محتاجين ان القانون يسندهم وان القضاء يسندهم وانه القانون يكون بينص على تحليل الدي ان ايه، وده مطلب لكثير من الجمعيات النسوية وكثير من النساء في قضايا النسب. فاصل ونرجع. بكم من جديد. قضية أخرى مثارة في الحقيقة في الأوساط السياسية هذه الأيام، والحقيقة الواحد مش فاهم هو ليه إثارة مثل هذه القضايا قبل البرلمان. احنا عايزين نركز، عايزين نهتم باللي جاي قدامنا، قوانين قدامنا، يعني قضايا كتيرة جدا قدامنا، يعني عندنا مليون قضية، عندنا مليون مشكلة، عندنا اقتصاد محتاج ان احنا نقف جنبه، عندنا بنية أساسية يعني متهرقة محتاجين ان احنا نصلحها، بنتكلم في السياسة، يعني مش ممكن هنسيب كل ده ونتكلم في قضية تحرش واتهام نائب بالتحرش. ولكن خلونا نسمع من المخرج والنائب المخرج الكبير أستاذ خالد يوسف هيعمل ايه في هذه القضية، ايه اتجاهه، هو شايف ليه القضية دي ظهرت دلوقتي. خالد مساء الخير. مساء الخير يا مدام الامين. يعني اولا انت مستغرب ان القضيه دي تثار الان؟ لا مش مستغرب خالص، يعني انا بس عايز اعلق على حاجه، انا مش متهم. له سلطه الاتهام هي النيابه، انها توجه الاتهام فتحول للمحكمه. ايوه ده اللي له سلطه الاتهام، اما في ادعاء عليا. ادعاء مظبوط. في فرق بين ادعاء وفي فرق بين اتهام. صح، معلش يعني سوري ان انا بصلح. لا 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 بالظبط، لا بس ده اعتقد ده تصحيح واجب، يعني اذا هو ادعاء وليس اتهام. اولا انت قمت بالبلاغ، يعني انا لما كلمتك قلت لي انا كمان هبلغ النائب. لا انا عملت عده بلاغات ورفعت قضايا، وعلى كل اللي سولت له نفسه الاقتراب من سمعتي والصاق تهم انا بريء منها براءه الذئب من دم ابن يعقوب، انا قدمت فيهم هذه البلاغات وانا منتظر حقي بالقانون هاخده من هؤلاء جميعا. طب ارجع تاني واسالك، لماذا اثارت هذه القضيه الان في رايك؟ القضيه كانت متجهزه ثاني يوم نتيجتي اللي هي نجاحي بالافتتاح من الجوله الاولى. هم كانوا مجهزين هذه القضيه عشان كانوا معتقدين ان انا هعمل اعاده. شأن الغالبية العظمى من النواب، لأن كان في عدد كبيرة من النواب نازلين أو من المرشحين، وبالتالي الإعادة محسومة في معظم الدوائر، وده بالفعل اللي حصل في الجولة الأولى والجولة الثانية.
يعني في افراد قليله هم اللي نجحوا من المره الاولى لا يزيدوا عن 12 13 واحد في الجولتين من المره الاولى، فكانوا عندهم قناعه ان انا هعيد، فيبقى اما يضربوا الطلقه ديت في الاعاده تبقى في اسبوع فقط ما بين الاعاده وما بين الانتخابات اول مره، عقبال ما انت بقى تفلفص وعقبال ما انت تحاول نفسك وتبرى نفسك من التهمه يكون خلاص سمعتك اتشوهت في الاسبوع وكل الانتخابات جت. مين بقى يعني هنا مين اعدائك يا خالد؟ يعني انت شايف انا اعدائي كل المنتمين لسياسات الانظمه السابقه بشكل عام، الناس اللي يعني بيحاولوا انه كان لهم مكانه ما في النظام السابق وعايزين يخلقوا لهم مكانه في النظام الجديد، او عايزين يحافظوا على مصالحهم اللي اكتسبوها بقهر هذا الشعب خلال 30 سنة، عايزين يكملوا قهر هذا الشعب. أنا بالنسبة لهم واحد من اللي بيمثلوا حجر عصرة في الوصول لأهدافهم ولإعادة إنتاج نفس السياسات اللي هي كانت بتغني الغني وتفقر الفقير. طيب. كل دول في بوتقة واحدة، سواء بقى اللي بيمول وسواء الأداة اللي بتستخدم سواء الوسيلة اللي بتستخدم، كل دول في بوتقة واحدة، هم دول مش هسميهم أعدائي، هم دول خصومي بيني وبينهم صراع حوالين مستقبل البلد ده هيبقى شكله ايه؟ هنعمل مستقبل احسن من اللي احنا عشناه لاولادنا ولا هنسيب وطننا لاولادنا زي ما احنا عشناه في فقر وفي قهر وفي مرض وفي جهل؟ لكن هل احد هذه الادوات يكون عميد في جامعه محترمه؟ يعني برضو المدعي شخص مفروض له احترامه. خالد اتفضل. خالد هل سامعني؟ ايوه مدام لميس، معلش الخط بيقطع. لا بسالك ان هو انك يعني انا مش هخش في تفاصيل هو عميد مش عميد، انا ماليش علاقه، انا ليه علاقه ان هذه التهمه انا بريء منها تماما ومش انا اللي اتحرش، انا عبر يعني انا عندي 30 سنه في السينما ولا 25 سنه في السينما، يعني ما حدش لصق بي هذه التهمه، فدلوقتي بعد ما اشمعنى بعد ما انتقلت لعالم السياسه تلصق بها هذه التهمه؟ وبعدين انا ما سمعتش خالص في حياتي عن نجوم مجتمع بيتحرشوا بحد، ده الناس هي اللي تتحرش بيهم، يعني ده من طبائع الامور دايما. بس انت تعرف الناس دي يا خالد؟ يعني انا مش عايز اخش في التفاصيل لكن انت تعرف. لا انا مش هخش خالص في التفاصيل لان هم عايزين يجروني لهذا المستنقع ان انا افضل هتكلم على تفاصيل هذه القضية، وأنا تفاصيل هذه القضية هأدلي بأقوالي أمام النيابة وهقول الادعاءات بتاعتي زي ما هم قالوا ادعاءاتهم وهأثبت إن أنا بريء وإن هم متجنين عليا. أول حاجة عايز تعملها إيه تحت قبة البرلمان؟ قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية، برجوع حق الفقراء والغلابة في مصر، حقهم في تأمين صحي حقيقي، حقهم في علاج مجاني بجد، حقهم في أبسط حقوق الإنسان، حقهم في تأمينات، في معاشات. طبعا انت عارفه قانون التأمينات والمعاشات لازم يتغير عشان الدستور يعتبر قانون التأمينات والمعاشات اللي فات معيب لانه ما لا يعتبر ان اموال التأمينات تخص اصحابها. المعاش لازم يبقى في حد ادنى للمعاشات زي حد ادنى للاجور. بتتكلمي على منظومه التعليم لابد انها تشريعاتها تتغير عشان يبقى الكونسيبت اللي حاكمها او الفلسفه اللي حاكمها فعلا تتوجه للقطاع الاعرض من الناس، من فقراء هذا الوطن يتعلموا بشكل مجاني بجد. هل هتدخل اي من التحالفات اللي يعني في دلوقتي تحالف دعم الدوله او هيتغير اسمه، في تحالفات اخرى، هل انت بتفكر الانضمام لاي من هذه التحالفات؟ والله انا احنا الان في دراسه، انا النهارده كنت مع تحالف دعم الدوله، كنت بستمع لتوجهاتهم ورؤاهم واعترضت على الاسم في النقاش نفسه، وقلت ان هذا الاسم غير لائق لان الدوله هي الشعب والارض والمؤسسات والحكومه، كل دي الدوله. فما كلمه ان انت تقول ان انت تحالف دعم الدوله وكان اللي خارجين عن هذا التحالف خونه. فعشان كده انا مش عاجبني الاسم خالص وطالبت بتغييره، وبنتناقش في الرؤيه بتاعت هذا التحالف، ولو كان هذا التحالف هيفيد مصر من حيث قضايا العداله الاجتماعيه تحديدا اكيد فورا ساكون معه. هل الان انه يكون هذه الادعاءات قد تؤثر على صورتك قدام اهلك في كفر شكر الحقيقه اللي هم سندوك على الاطلاق؟ على الاطلاق انا
على الاطلاق. انا عندي اوسع حمله تأييد اكبر من اللي كانت موجوده في الانتخابات. يعني انا عندي ال 30,000 صوت اللي حصلت عنهم من ال 50,000 عندي دلوقتي تقريبا اكتر منهم مرتين متضامنين معايا وعايزين يعني بيصرخوا هناك عايزين يعملوا اي حاجه للتضامن معايا. فالناس كلها عارفاني وعارفه عيلتي وعارفه صوتي والحمد لله. يعني انا اللي حظيت بيه من تضامن من سواء من شخصيات عامه في هذا الوطن المحترمه او سواء من ابناء دايرتي او من ابناء عاديين من ابناء الشعب المصري لم اكن احلم بيه اصلا. بشكرك خالد يوسف المخرج وايضا النائب في مجلس الشعب عن دايره كفر شكر، واللي اكد انه يعني بدون الدخول في تفاصيل هو هياخد حقه بالقانون كما يقول. الحقيقه انه احنا في حاجه ماسه لقوانين الاعلام. خرجت مدونة سلوك، لكن يبدو ان احنا محتاجين نشوف المدونة دي هنقدر ننفذها ازاي، هنقدر نطبقها ازاي. لسه عندنا مشكلة في التطبيق، لكن السيد رئيس الوزراء قال ان هو سيتم مناقشة قوانين الاعلام غدا في اجتماع مجلس الوزراء. مرة اخرى احنا او انا كاعلامية بأطالب، احنا في هذه المحطة بنطالب بقوة بصدور هذه القوانين، احنا ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون. هذه القوانين كانت موجودة متفق عليها وموجودة في مجلس الوزراء بقالها 3 أشهر، واحنا محتاجينها يا جماعة، محتاجينها لضبط الأمور، محتاجينها عشان ما نشوفش التراشق اللي احنا بنشوفه، محتاجينها ان احنا نظبط الإيقاع، محتاجينها عشان الهدف بتاعنا يبقى واضح ورسالتنا تبقى واضحة ودقيقة ومنضبطة. نتمنى، حد بيقول طب ما نستنى مجلس الشعب، احنا عندنا نهاية هذا الشهر رؤساء مجالس الإدارات للصحف القومية هتنتهي مدتهم، طب هنعمل ايه؟ هنقعد في فراغ؟ لأنه على ما مجلس الشعب يناقش هذه القوانين ممكن يقعد 2 3 6. فأرجو أنه إحنا هنا بنتكلمش على استثناءات، إحنا بنتكلم على طلب واضح من الصحفيين والإعلاميين أنه يتم إقرار هذا القانون غدا في مجلس الوزراء ويرفع للسيد الرئيس لإصداره. الأستاذ خالد البلشي، الزميل خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين. خالد مساء الخير. مساء الخير استاذ الأمين، ازي حضرتك؟ يعني هل عندك امل بصراحه انه القانون يخرج بسرعه؟ يعني اذا نوقش غدا في مجلس الوزراء ان هو يتم التصديق عليه والرئيس يصدق عليه، ولا حاسس ان احنا هنضطر نستنى مجلس الشعب يا خالد؟ يعني انا اتمنى الا ننتظر، انما يعني المؤشرات للحقيقه غير مبشره. الحقيقه ان احنا رغم ان كل الاحداث اللي حوالينا بتقول ان احنا في ضروره الان لوجود مثل هذه القوانين التي تنظم العمل الاعلامي وتحرره. يعني ما حدث بالامس ولازم نعلن تضامننا بشكل حقيقي ضد اي انتهاك للحياه الشخصيه للمواطنين وضد الخوض في حياتهم الشخصيه والخوض في اعراضهم بهذه الطريقه التي جرت على احدى القنوات امس. لابد ده بيقول ان احنا محتاجين لجهات لاعاده تنظيم العمليه الاعلاميه في مصر وتحريرها في نفس الوقت. اذا كنا نريد اعلاما حقيقيا ومعبرا عن الناس، اعلام لا يخوض في الحياه الشخصيه للمواطنين ولا يخوض في اعراضهم، فعلى الاقل لابد من وضع القوانين واستكمال المؤسسات الاعلاميه وايضا اصدار القوانين بشكلها العام التي تحرر العمليه الصحفيه. ده اصبحنا في ضروره ملحه. اعتقد ان هذه الضروره تفرض على مجلس الوزراء ردا ان هو لديه قانون اجتمعت عليه الجماعه الاعلاميه والصحفيه في اكثر من لقاء في اكثر واعلنوا ذلك في اكثر من مره، ولديه ايضا حاجه ضروره ملحه لتنظيم ما يجري الان وما يتعرض له مواطنون من انتهاكات يوميه وخوض في اعراض في حياتهم الشخصيه. فنحن كل هذا يضع المسؤوليه في عنق الدوله الان بخلاف ايضا الوضع القانوني داخل المؤسسات اللي حضرتك اشرت ليه في بدايه كلام حضرتك. في كذا مسوده امام مجلس الوزراء ولا هي مسوده واحده يا خالد؟ في على الاقل في مسوده اجتمعت عليها الجماعه الاعلاميه وتم التفاوض عليها ايضا مع مجلس الوزراء. يعني القضيه ان احنا امام مسوده اعدادها 50، وهي عباره عن مشروعين الحقيقه، مشروع قانون الموحد للصحافه والاعلام واللي هو بموضوع لتنظيم المؤسسات الإعلامية الثلاث أو الهيئات الإعلامية الثلاث، والمشروع الآخر وهو ضروري وشديد بنفس الدرجة
وهو مشروع منع الحبس او العقوبات السالبه للحريه في قضايا النشر، واللي هو الحقيقه بيستثني او بيحيل ثلاث عقوبات، احدها هي الخوض في اعراض الافراد، واللي هو موضوعنا النهارده هي الجماعه الاعلاميه ترى تدرك تماما ما قد يتعرض له البعض، وتدرك ان المهمه الاكثر ان المهمه المقدسه الاكبر هي حمايه الافراد، هي حمايه الحياة الشخصية للأفراد. فلدينا القانونين موجودين، ولدينا مشروعين قانونيين قدمي للحكومة وتم التفاوض حولهما. المشروع الأولاني عبارة عن 207 مادة، وبينظم المجالس سواء المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وأيضا هو يجمع قانون المواد التي نحتاجها من قانون تنظيم الصحافة، وكله في إطار واحد. المشروع الثاني وهو عبارة عن أربع مواد، وهو مشروع إلغاء الحبس في قضايا النشر بشكل عام، أو إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكلاهما ضروري ولا يجوز أن يصدر أحدهما بدون الآخر، لأن هناك من يتعلل أننا نحتاج للتنظيم ثم ينسى الحريات وضرورة وجود شيء ينظم الحريات في مصر ويتيح المعلومات في مصر. وكل هذه المنظومة لابد أن تكتمل. أيضا لكي تكتمل يكتمل المشهد لابد من إصدار قانون إصدار نقابة الإعلاميين. نقابة الإعلاميين دي ضروري جدا، دي ملهاش صارت حتمية. صحيح. على الأقل تصدر الممارسات الموجودة. حتى الآن اتفقنا على أن بعض هذه الممارسات تتصدى لها نقابة الصحفيين في حق أعضائها، وأعتقد أننا أمام واقعة لابد من أن نتدخل فيها نقابة الصحفيين بشكل واضح. نحن أمام أحد الأعضاء انتهك مواثيق الشرف المهني بشكل واضح، ولا بد من التصدي له. بشكرك زميلنا خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين. احنا بس يعني تعليق واحد، انا مش عايزة ادخل في هذا السجال اللي دائر الان. بحترم كل زملائي، ممكن اختلف معاهم في بعض الاساليب، لكن انا بحترم كل زملائي في جميع المحطات، بحترم كل المحطات الاخرى. ومرة اخرى حتى لو اختلفنا في الاسلوب، فكلنا زملاء مهنة واحدة وبنحترم بعضنا البعض. اتمنى ان دي روح تفضل موجودة. والحقيقة انا مش عايزة اخش في هذا السجال. اظن ان احنا عندنا حاجات اهم لازم نركز فيها. فوكس يعني، لازم دايما نبقى مركزين، ما يحصلش لنا اي ديستراكشنز او اي يعني تشتيت للافكار. قدامنا مجلس شعب، عندنا وضع اقتصادي، عندنا بنتكلم على حريات، بنتكلم على حاجات كتيره جدا يا جماعه. يعني حتى امبارح العنف عن المراه ضد المراه، ركزوا، عايزين نركز، هو ده المهم، نركز. فأنا مش هخش في هذا السجال، وأعلن احترامي للجميع حتى لو اختلفت مع أساليبهم الصحفية والإعلامية. الأحلى 2015 ولسه اختياراتنا، لكن الاختيار النهاردة ما كانش اختياراتنا بس، ده كان واحد اختيار الجمهور الحقيقة، واتفقنا أنا والجمهور في هذا الاختيار. الأحلى كانت أحلى، ربما من أحلى اللحظات، لأن في لحظة تانية هنقولها لكم الأسبوع الجاي، من أحلى اللحظات لحظة عند افتتاح قناة السويس الجديدة، أو يعني التفريعة الجديدة والازدواج لقناة السويس، عندما عبرت السفينتان عكس بعضهما البعض لتؤكد هذا الازدواج. تلك كانت، أنا كنت موجودة، تلك كانت واحدة من أحلى اللحظات اللي أنا حسيت بيها، واللي المصريين حسوا بيها على التلفزيون، وصوت الأطفال بيغني وقتها. دي كانت واحدة من أحلى اللحظات اللي أنا مريت بيها في 2015، وأكيد اللي أنتوا مريتوا بيها في 2015. الأحلى 2015. هو فنان متمرد يبحث عن سر الاختلاف، ويصر دائما على صنع أفلام تحمل طابعه الخاص. إنه المخرج الكبير داوود عبد السيد. ولد داوود عبد السيد بحي مصر الجديدة عام 1946، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1967،
بدأ حياته كمساعد مخرج في العديد من الأفلام كفيلم الأرض للمخرج العالمي يوسف شاهين، ولكن سرعان ما ترك هذه المهنة ليحمل الكاميرا بنفسه ويجوب شوارع القاهرة ليصنع بها أفلاما تسجيلية. وبعد مرور سنوات عدة اقتحم داود عبد السيد مجال الأفلام الروائية الطويلة ليخرج لنا عام 1985 أول أفلامه الصعاليك. إحنا صعاليك، لا شغلة ولا مشغلة، لا أهل ولا معارف، على باب الله. وجد داود عبد السيد أزمة كبيرة في البحث عن كاتب يجسد ورقيا رؤيته الإخراجية الخاصة، فقام بتأليف وإخراج معظم أفلامه كالبحث عن سيد مرزوق والكتكات وأرض الخوف ومواطن ومخبر وحرامي. أهم حاجة بيه الضمير والإخلاص والإيمان. الله أكبر الله أكبر، يسلم فمك يا معلم، والله لو كل واحد عمل زي كده كان زمان حال المسلمين الصلاح، مش كده ولا يا بيه؟ ومنذ عام 2001 شهدت تلك الفترة أطول مدة انقطاع لأفلام المخرج الكبير، حتى عاد لنا عام 2010 بفيلم رسائل البحر. خليكي معايا يحيى، أنت مش فاهم حاجة. إيه لا أنا مش فاهمه، عاوزة فلوس أهي. أنت بجد مش فاهم حاجة، أنت فاكر إن أنا علاقتي بيك هدفها فلوس؟ علاقتك بيه هدفها مش الفلوس، بس علاقتك بالرجال رجالة تانية هدفها إيه؟ ومؤخرا فاجأنا بإطلالة سينمائية مميزة من خلال فيلمه الجديد قدرات غير عادية. حصد داود عبد السيد العديد من الجوائز السينمائية العربية والعالمية، حيث نال جائزة الهرم الفضي أكثر من مرة من مهرجان القاهرة السينمائي، والجائزة البرونزية من مهرجان دمشق الدولي، وجائزة الجمهور من مهرجان سورينتو الإيطالي، كما اختير له 3 أفلام ضمن أهم 100 فيلم عربي من مهرجان دبي السينمائي عام 2013. بصمة ذات طابع مميز وخاص قدمها من خلال أفلامه التي أثرت السينما العربية، استطاع من خلالها أن يسطر في قائمة كبار المخرجين اسم داود عبد السيد. خالد جمال، هنا العاصمة. قدرات غير عادية، أين هي هذه القدرات؟ هل هي قدرات الناس اللي فعلا ممكن تبقى غير عادية، اللي بيحركوا الحاجات عن بعد، اللي ممكن يستشفوا أشياء، اللي بيحلموا حاجات، ولا هي قدرات الحياة، هي قدرات إنك تستمر، هي قدرة جوه كل واحد فينا للحب والحياة والاستمرار؟ أعتقد إن ده الإحساس اللي جالي من فيلم قدرات غير عادية، اللي بدعوكم جميعا أنكم تنزلوا وتتفرجوا عليه رغم البرد. لكن السينما بتدي نوع من الدفى غير طبيعي، السينما وبالذات لما يكون سينما حلوة بتدخل جواها ما بتخرجش، ودي سينما داود عبد السيد. مساء الخير يا أستاذ. مساء النور. عايزة أهنيك على الفيلم، ومعرفش هل وصلتني الرسالة صح؟ لا صح 100%. يعني هي قدرات، مش المقصود بيها هي القدرة اللي هو شوية الحاجات الصغيرة ديت، وإنما القدرة اللي جوه واحد منا، اللي احنا يا إما ناسينها يا إما كابتنها يا إما مرغمين على عدم إظهارها، وعن طريق مجموعة حاجات سياسية واجتماعية بتخلينا بشكل عام بولداء، غير قادرين على الحركة، غير قادرين على المبادرة، غير قادرين على الفهم، غير قادرين على الإنتاج، غير قادرين على التفكير. فهو ده المقصود بالقدرات، إن كل واحد فينا عنده قدرة، بس يجب أن يستعملها ويكتشفها ويستعملها. بس أنت هنا محب قوي للحياة، يعني أحيانا في الأفلام، في أفلام أخرى أنا بحس أنك عموما محب للحياة، بس كمية الإشارات للفن، للسيرك، للموسيقى، للرسم، لكل أنواع الفنون، حتى في الألوان، حتى في اختيارك للألوان، وطبعا مهندس الديكور العظيم أنسي أبو سيف اختار ألوان كلها شبه ألوان البحر. لكن صحيح. إيه رسالتك وانت بتقول، او ايه فكرتك وانت بتقول انا محب لكل هذه الحياه؟ بس هو الموضوع، هو الفيلم ابطاله، انت عارفه في رسائل البحر بينتهي ازاي؟ رسائل البحر بان المدينه بتطرد الشاب والبنت، وبيطلعوا في مركب
وجوه المركب وهم في المركب في البحر بيطفوا السمك الميت اللي هو نتيجة نوع من أنواع الصياد الجائر بتفجير. ف الاثنين المطرودين دول هو حقيقة الأمر البنسيون ده هو اللي فيه الناس المطرودة اللي اطردت من المجتمع بشكل ما الأقل تلاؤما مع المجتمع. فهو السيركل فبالتالي هم كلهم عندهم فنانين بشكل أو بآخر عندهم حاجة وغير قادرين بشكل ما، يعني هم معتزلين إلى حد ما، مش اعتزال كامل يعني مش قاعدين في الصحراء طبعا. هو ده، فدول ناس عايشين حاولوا يعيشوا حياة حياتهم كما يحبوها، اللي هي الحياة مبهجة جدا عموما، يعني لا يوجد شيء مبهج إلا في الحياة. بس السؤال هل إحنا بنحاول نعيش حياتنا ولا ما بنحاولش نعيش؟ هما بيحاولوا يعيشوا الحياة ديت، بس مقابل كده في يعني قوة تانية مش عايزاهم يرجعوا، لأن في قوة التطرف والظلام اللي عايزة ترجعهم، في رجل السياسة اللي عايز أو يعني رجل النظام اللي عايز يخطف حياة ويخطف البنت بالزبط اللي عندها قدرات فهي خاصة. دي فعلشان كده حب الحياة الموجود ده حب الشخصيات ديت للحياة. فكرة البانسيون دي بتفكرني بميرامار. يعني البانسيون مكان يعني مش يعني قصدي كدراما طبعا، هنا حاجة وهنا حاجة تانية خالص يعني، انما هو مكان طبعا. اسكندرية انت كنت مهتم ليه انك يعمل يكون البانسيون ده في اسكندرية مش في وسط البلد؟ مش لا، لان هو لان ما زي ما بقولك، لان هم ناس في النهاية ابتعدوا شوية عن المجتمع، ما بقوش جوه النسيج اليومي للمجتمع. بس حتى في ابتعادهم ده بيطرق على بابهم او على ابوابهم او في حياتهم. يعني انت برضو احد المشاكل اللي عندنا ان انت المجال الخاص بتاعك مش موجود. يعني انا من حقي وانا غريب عنك اني اقول لك انت لابسه كده ليه؟ انت عامله ده ليه؟ فهو ده اللي ايه اللي هو هذا النوع من ال 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 العدوانيه من مجتمع على حريه الفرد. احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نفهم يعني ايه فرد له مجاله الخاص له حريته وله حاجات يجب الا تمس، محدش يدخل في المنطقه ديت. انت كنت عامله موضوع قبل ما عن موضوع خالد يوسف، ده مثال كويس قوي. انا متضامن طبعا مع خالد يوسف، بس مش متضامن معاه لانه زميل او صديق او مخرج او ابن مهنه، لا انا متضامن معاه كمواطن من حقه انه يبقى له حياته اللي محدش يقتحمها ولا يزيفها ولا يزورها ولا قضيته. هو قادر على الدفاع عن نفسه وقادر على ولكن طيب ما هو دي مش اول قضيه، يعني لو هي القضيه الوحيده كده هو كان بقت مش مشكله او بقت مشكله خالد يوسف. المشكله ان دي مش القضيه الوحيده، ده احنا بقالنا كام سنه قاعدين تسريبات وشتايم وارهاب وقله ادب. تفتكر ليه؟ تفتكر ليه يا استاذ داوود؟ انا رايي ان ده شغل ارهاب بتعمله اجهزه. لصالح مين؟ لصالح قوى في المجتمع مش عايزه التغيير يحصل. التغيير هيحصل بس التغيير حصل بثورتين، يعني في ثوره اطاحت بنظام وثوره اطاحت بنظام اخر، وعلشان كده حاولوا بقدر الامكان وقت الثوره اللي هي ثوره يناير، يعني ثوره 25 ما اعتقدش ان 30 يونيو ثوره. انت مش 30 مقتنع. يونيو احد تجليات ثوره يناير.
احد تجلياتها ان حصل قفز من تيار معين سياسي والشعب رفضوا فخرجوا ورفضوا، انما لم يكن عندهم مطالب اكتر من ان يعني المطلب الحقيقي كان اعاده، كان عمل انتخابات مبكره. لا وبعد كده بقى خلاص بقى خلاص من نظام الاخوان. لا ما عندهاش، قصدي يعني يناير طرح اهداف حريه وديمقراطيه وعداله اجتماعيه و 30 يونيو، مش طرح ده لان هو جزء من يناير، لان هو جزء من يناير ولكن بالزبط. في النهايه هو عايز يتخلص من نظام كبسه. لا لا هو الفكره ايه؟ كنوع من انواع الانقلاب على ثوره يناير بنقول ان في ثوره جديده اسمها 30 يونيو جبت ثوره يناير. وليه ما يبقوش الاثنين موجودين؟ ليه الاثنين مش لا الاثنين موجودين. انا بقول ده جزء، ده تجلي من تجليات ثوره يناير، جزء من الحركه السياسيه والديمقراطيه والشعبيه اللي عملها الشعب المصري في 25 يناير. انا مش برفض اللي حصل في 30 يونيو، انا واحد من اللي نزلوا في 30 يونيو وحركه تصحيح لما فعلوه. ايوه طبعا طبعا، بس قصدي يعني قصدي ما ما, ما 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 بحبش ان ايه، ان لانها تبقى اهانه ل 30 يونيو. ها ان اعتبر 30 يونيو ثوره. لا الامور مش كده، هي في ثوره اسمها ثوره يناير ودي تجلي من تجلياتها، حركه من طب يعني احنا ممكن نختلف في ده، بس يعني عموما انا بحترم راي حضرتك. وقبل ما اشوف تريلر الفيلم مره اخرى، انا معايا الزميل والاستاذ الناقد الفني طارق الشناوي. مساء الخير يا طارق. انا مساء الخير. مساء الخير يا داوود. مساء النور. اتفرجت على قدرات غير طبعاً عاديه؟ طبعا طبعا. وايه رايك في لا شفته من سنه، انا شفته في دبي، ما شفتوش لما اتعرض في القاهره لان كنت مسافر وما رحتش خرطاج، لكن انا شفته لما اتعرض في دبي العام الماضي. يعني كيف ترى الفيلم؟ هل هو استمرار لفكر الاستاذ داوود وهو بيكتب افلامه، فهو يعني استمرار لخط معين، ولا انت شايفه ازاي؟ لا طبعا طبعا، داوود يعني افلامه الحقيقه حتى قدرات غير عاديه، المجموعه كلها مخرج مفكر عنده وجهة نظر، بالنسبة له الإبداع يعني مش مجرد صنايعي، لا هم جواه بيحاول يفرزه على الورق ويجسده بعد كده في صورة وفي إحساس. يعني هو ده داوود، تختلف أحيانا على بعض الطرح مثلا في بعض أعمال، لكن بيظل الأهم هو أن احنا بصدد سينمائي كما ينبغي أن يكون سينمائي، صاحب منهج وصاحب عالم. ودي الحقيقه حالات قليله جدا في السينما كلها. داوود عبد السيد له عالم خاص موجود في كل اعماله، بيقدمه بتجلياته ايضا، زي ما هو كان بيتكلم على تجليات ثوره 25 يناير، هو ايضا زي تجلياته الفنيه. ايه اللي مختلف؟ ايه اللي مختلف في قدرات غير عاديه عن مثلا رسائل بحر او عن او او عن ارض الخوف؟ انت شايف ايه المختلف اللي بيقدمه الاستاذ داوود؟ بصي انا ما بشوفش انه داوود مختلف، هو داوود هو داوود، وهو وباطن المخبر وحرامي هو كل اعمال داوود وبحث سيد مرزوق كلها فيها هم شخصي وهم قومي وهم كمان متعلق بعلاقته بربنا، يعني كوني. يعني هو دايما بتجدي انه الافكار بابعادها المتباينه كل اعمال داوود على هذا النحو قائمه. ارض الاحلام حتى مثلا، ارض الاحلام مش هو اللي كاتبه لكن عبر عنه لانه كتبه هاني فوزي، بس باحساس اللي هو داوود بيحسه في الابعاد اللي قلت عليها. ارض الخوف نفس الحكايه، ممكن تاخديها عمل سسبنس وبعد كده تفكري شويه، لا ده عمل فيه علاقه مع الاله داخل العمل ده، وهكذا. يعني فقدرات غير عاديه هو امتداد لحاله داوود الابداعيه. يعني ما تقدريش تقولي انه يعني تغيير او حاجه، لا هو امتداد لهذا العالم الخاص جدا. واللي بحس انا شخصيا انه كتير من الاجيال اللي طلعت بعد داوود جزء من ابداعها متعلق بما قدمه داوود.
بشكرك طارق الشناوي زميلنا والكاتب والناقد الفني. بيزعجك انه قد تكون بعض الافلام غير جماهيريه؟ يعني كيت كات طبعا كان جماهيري جدا، اعتقد مخبر وحرامي كان برضو فيه، كان في شعبان عبد الرحيم وكده، لكن مش كله كان جماهيري. يعني بحث عن سيد مرزوق برغم انه فيلم رائع، لكن يعني بصي انا بفرق بين الجماهيري والتجاري. والجماهيري يعني انك لو جبت الناس قعدتيهم في الصاله وفرجتيهم فيلم، الناس ممكن يستمتعوا بالفيلم ده. ده اللي بعني بس ناس قد ايه؟ ما هو ده السؤال. لا انا بفترض انك ان في صاله مليانه ناس. ما 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 مش هي دي قضيتي. التجاري حاجه تانية. التجاري انت بتشوفي الناس عايزه ايه وتعملها لهم. داوود عبد السيد ما يقدرش يعمل فيلم تجاري؟ ما تجاري بهذا المعنى، بان انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اكشن على كوميديا على مش عارف ايه. ما ينفعش مزج الاثنين، يعني ما ينفعش. كيت كات كان كده. لا مش ما ينفعش مزج الاثنين. هو دي الجماهيريه، انك تعملي فيلم ممتع. يعني قصدي ويوصل للناس. انا ما بحاولش اتعالى على الجمهور خالص. انا بالعكس، انا اهم حاجه عندي لما بعمل فيلم ان يوصل للجمهور، بس يوصل بمعنى ان يدركه الجمهور. ما حسيتش ان الفهم الفهم ده حاجه ما بتتوقف عليك. ما حسيتش انه البحث عن سيد مرزوق كان فيه بعض التعالي؟ البحث عن سيد مرزوق هو الحاجه الوحيده اللي فيها الخطا ده، الوحيد. الفيلم الوحيد اللي انا عملته اللي انا عندي خطا ما فيه. انت معترف ان عندك خطا؟ ايوه. ايه الخطا؟ انك حسيت ان انت انا احلت الجمهور، يعني قلت للجمهور في حاجات لازم تفهموها. ومش مفروض كده. المفروض انك بتشوف حاجه تستمتعي بيها، بعد كده ممكن تلاقي فيها معنى. انما ما اديكيش كده. في كان غلط، كان في خطا. وسيد مرزوق كان رغم انه محمل الحقيقه افلام نور الشريف. كان تاني كان تا لا بصرف النظر عن رايي ان هو مفتاح افلامي يعني بشكل ما. يعني انما هو سيد مرزوق كان تاني فيلم. فقصدي اقول كان في خطا ما. انا مش اكتر افلامك اللي بتحبها ايه؟ لا ما بحبش حاجة وما بحبش حاجة عن حاجة وما بحبش حاجة بالمعنى ده. يعني ما بتحسش ان تحسش ان في فيلم انا عملته كويس؟ لا انا كل افلام عملتها على احسن ما يمكنني ان اعمل. انما بعد كده هوت انا ما بقيم. يعني هي الفكرة ايه؟ لو انت قعدت معجبه قوي بفيلم مش هتعرفي حتى تعملي اللي بعده. وانا شفت النماذج ديت من الاعجاب بفيلم لدرجه ان او ان النجاح ياسرك، خصوصا لو كان نجاح جماهيري. وده خطر جدا انك انت تقعي في الاسر ده. حسيت بده امتى؟ لا حسيت ده في الكيت كات. طبعا في الكيت كات، لان هو كان في اوائل من يعني كان تاني فيلم يتعرض اعتقد، يعني يمكن ترتيبه الثالث في التصوير، بس كان تاني فيلم يتعرض وكان نجاحه كبير قوي. كبير. وبصيت لقيت ان انا بفكر هعمل ايه، فقعد اقول طب هعمل ايه، ازاي اعمل احسن من الكيت كات او زي الكيت كات او الى اخره يعني. فقررت اني لازم انسى الكيت كات تماما. كنت كل يوم الصبح بصحى اقعد اقول انا بكره الكيت كات، الكيت كات فيلم سيء. قعدت اعمل كده اسبوع نسيته. طب خلينا بقى نتذكر الكيت كات والصعلوك والصعليك وارض الخوف وارض الاحلام، فاتن حمامه ورسائل بحر، ومجموعه من افلام الاستاذ داوود عبد السيد. عيب عليك.
يعني يسعى عليك يا ابو صلاح؟ مش عارف، يمكن قصده سعال ديكي. ارجع تخلي، هو اللي خلاني ابيع البيت بالحشيش. اي والله حاكم اصل الهرم ده يضحك على الجني مثلا. انا مش هسافر، اللي عايز يهاجر يهاجر، انا قررت مش هسافر. ليه بقيت كده مجرم وقاتل خارج عن القانون؟ اللي انا كنت برفضه وحاربه وافقت عليه بقرار واحد. حياه عبد الموجود تعمل خادمه وبدون بطاقه. لا معايا بطاقه بس في البيت. قول لكم بطاقه. الغرابه بقى اللي انا بشوف بالعين الجديده دي احسن من العين الاصليه. احسن من القديمه. فلوس علاقتي بيه هدف، هدفها مش الفلوس بس، علاقتي بالرجاله، رجاله تانية. هدفها ايه؟ وريني بطاقتك، مش سمعتني؟ بقول لك طلع البطاقه يلا. كل اجهزه الدوله هتتجند للبحث عن اي انسان عنده قدرات غير عاديه. اشتغلت مع كل الكبار، يعني فاتن حمامة، نور الشريف، محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، أحمد زكي. مين بهرك؟ يعني مين وقفت قدامه يا أستاذ داود وقلت هذا ممثل عظيم؟ لا كلهم، كلهم بهروني، كل واحد بشكل. يعني أنا أولا مثلا فاتن حمامة، يعني كنت سعيد ان اشتغل، كنت بسعى، كنت بسعى اني اشتغل معاها، وكنت احيانا واحنا بنشتغل اسمع صوتها وهي بتتكلم مش شايفها، فعلى طول يعني بتحسي بوجود شديد حتى بالصوت، يعني حتى من غير صوت. ف نور الشريف طبعا، نور راجل يعني أريح ممثل، أريح نجم ممكن يشتغل معاه مخرج نور الشريف. ليه؟ فاهم السينما كويس قوي، يعني زي أي تكنيشن في كل حاجة، في الإضاءة، في الصوت، في الإخراج، في التصوير، في كل حاجة. بيشتغل كمخرج يعني، فاهم. ففاهم كل حاجة، بيستجيب بسرعة، بيعاون بقدر إمكانه، مريح جداً، بيقعد بين الشط والشط يقرا في كتاب معاه، يعني مثقف على درجه عاليه. محمود عبد العزيز بالنسبه لي كان مفاجاه، يعني بمعنى ان هو كان ممثل كويس طبعا، شايفه كنجم يعني. بس انت قعدت تكتشفه في الكتكات؟ لا، حتى قبل الكتكات في الصعاليك، في مشهد شفته. ف يعني الحقيقة كنت شايفه شاب وسيم أكتر منه ممثل مهم، بس في مشهد واحد أو في شوت يمكن، وأنا بصور يعني، فقلت إيه ده، في حاجة، لأ في حاجة يعني ندور تفوق عليها، تفوق توقعي يعني. في كيت كات طبعا كان بس محمود، أنا رأيي إنه ممثل عظيم، بس ما كسلان. ما اعرفش هو اللي كسلان ولا ما بيجلوش من الادوار يعني، ما اعرفش يعني. لا مش مجرد كسلان يعني، يمكن في عيب عندنا في التعامل مع المواهب الكبيره، ما بنعرفش ازاي نستغلها، ازاي نشغلها، ونشتغل لها يعني، ها نستفيد بيها يعني. يحيى طبعا مش محتاج يحيى اقول عليه حاجه، ده اللي هو صاحب السقف العالي، هو احمد زكي يعني
نجوم كبار وممثلين كبار طبعا يعني. ف هل في الجيل الجديد انت شايف ناس مش عايزه اقول لك زيهم او شبههم او بنفس بس في يعني لاحظت انك اشتغلت مع خالد ابو النجا كذا حاجه، هل انت شايف يعني وانت بتبحث كده عن الفنانين في حد مؤكد فيه؟ بس خدي بالك الممثل احيانا ما بيبانش الا بدور. يعني احيانا ممثل معروف انما يعني ما يملكه من كنوز بتطلع في دور فتبص لاقيه فتح وتم اكتشافه يعني. انما طبعا انا اشتغلت مع خالد فيلمين وخالد ممثل هايل. يعني انا اقول لك حاجه بسيطه، انا رايي مثلا ان احمد حلمي ممثل عظيم. بس احمد حلمي عنده اسلوب يعني بقى حاجه زي وودي ألن شويه يعني اللي هو يعني بيعمل فيلم وبيعمل هو اللي بيعمل الشخصيه. تهيألي انا ما اعرفش، ما اشتغلتش معاه طبعا. اقول لك ان رمضان، محمد رمضان ممثل كويس قوي. في، وعشان كده بقول لك ممكن يكون في اخرين انا ما يعني مثلا كريم عبد العزيز في فيلم الفيل الازرق كان هايل. فقصدي اقول ان احيانا الممثل بيبان لما ياخد دوره، لما تديله الدور. عشان كده انت بتكتب افلامك يا استاذ داوود، عشان حاسس انه مفيش حد بيكتب اللي انت بتفكر فيه او اللي يدي الممثل طاقة وفكرة لا انا مش بكتب افلامي عشان كده، انا بكتب افلامي يعني لانك بتبقي عندك هموم ما عايزة تكلمي فيها، هم ما مش الهم مش يعني حاجة وحشة، مفهوم. شواغل ايوه يعني عايزه تكلمي في الحب. ماشي، في قصص حب كتيره اتعملت عظيمه ومتوسطه وسيئه، بس انت عايزه تتكلمي عن شواغل زي ما انت بتقولي معينه في الحب مثلا يعني. وهكذا بقى، انت عندك هي ما بتبقاش كده، ما بتبقاش مجرد بتتكلمي في الحب ولا لا، انت بتتكلمي عن رؤيتك للعالم اللي انت عايشه فيه في لحظه زمنيه معينه في فتره معينه. فبس ده ما بيلغيش في النهايه انا مخرج برضو يعني، انا لو جالي سيناريو كويس قوي وانا شايف فيه حاجه طبعا هبقى سعيد بيه يعني، هيبقى وفر عليا متاعب يعني. ممكن تكتب وحد تاني يخرج؟ لا. ولا ما ينفعش. ممكن تجيبي طفل وتديه لحد تاني يربيه؟ لا ما ينفعش طبعا. طب نشوف محمود عبد العزيز نتذكره في الكتكات في هذا المشهد اللي محدش يقدر ينساه، اللي كان كفيف على الموتوسيكل. الله 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 الله، المفاتيح يا استبان. لا دي بتدوق من غير مفاتيح، وبعدين مش الخص ما يزعلش مني لما اعرف يعني. ايه يا راجل انت فاكرني ما اعرفش اسوق ولا ايه؟ هو والدك الله يرحمه ما حكلكش عني ولا ايه؟ مش الخص بس ممكن يا راجل. مش يا راجل، عيب يا راجل. الله عيب يا راجل، انت بتتكلم ازاي؟ عيب يا راجل، سيبه على الله. قطع عشان قصدي ايه؟ اللي حضرك مش حضر، عيب يا راجل. احنا عيال صغار ولا ايه؟ صغار ايه؟ ابني يا طلابي ابني.
اللقطة دي أنا شخصيا مرتبطة في ذاكرتي بالموسيقى، بموسيقى راجح داود اللي بتخش في لحظة معينة. هنا الموسيقى مهمة جدا في أفلام داود عبد السيد. أصل هو المشهد ده إيه؟ المشهد ده بشكل ما مشهد كوميدي زي شغل الجاجز وبتاعه، فيضحك وظريف قوي، بس لو استمر كده بقى مجرد مشهد يضحك، هو حقيقة الأمر إن في جانب محزن جدا جوه المشهد. صح. هو أحاسيس يعني، أو بلاش محزن يعني، يعني في ألم، في شجن. أيوه شجن وألم اللي هو الشخصية ديت، فعلشان كده بتفيدي بتشيلي المؤثرات وتروحي مدخلها الموسيقى، فتبقي بتدعمي بتقولي بتبروزي الاحساس ده. بتشتغل مع نفس الناس احيانا يعني، مع راجح داوود، مع انسيا ابو سيف، هل بتشعر ان دول اعمده شغلك؟ الى حد كبير طبعا، ومش هم وبس، وفي اخرين، في سمير بهزان كمدير تصوير يعني انا ما اشتغلتش معاه اخر فيلمين لظروف يعني، مش بس المره دي انت مختار دي او بي جديد يعني، مختار شاب يعني يعتبر على فكره الشباب اللي طالعين دلوقتي كويسين قوي في رأيي في التصوير وفي الإخراج وفي كله يعني، عاملين نقلة في السينما، في الكواليتي، في لا في نقلة كبيرة حاصلة في السينما، نقلة تكنولوجية صناعية في المعدات، في يعني قصدي في احنا لما كنا بنشتغل زمان كنا بنشتغل بمعدات تعتبر يعني من عفا عليها الزمن يعني، فدلوقتي حاجة تانية خالص يعني. أنا ابسط حاجه ما يسمى بالمافيولا، احنا كنا بنشتغل بالمافيولا، دلوقتي بتشتغل بالكمبيوتر، طبعا في فرق كبير قوي في حاجات كتير، وفي التصوير طبعا بيبان اكتر في المعدات. تحس ان الجيل الجديد بيديلك حاجه طبعا طبعا مؤكد. انا بتعلم لان انا ما بشتغلش كل سنه فيلم مثلا، فباجي بشوف نقلات احيانا، انا بتعلم من اي حد اشتغل معاه، فالجداد طبعا في حاجات انا بتعلم منهم، فطبعا مؤكد يعني. يعني مهندس الديكور الكبير الاستاذ انسي ابو سيف، مساء الخير يا استاذ انسي. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني اهلا بيك، وانا سعيده ان احنا يعني بنعمل هذا الاتصال. انت حضرتك والاستاذ داوود، هل بتعتبر ان انت اهم شغلك مع الاستاذ داوود؟ انت بتحب تشتغل معاه ليه؟ بحس ان انتوا كوبل او تريو او كوارتات، يعني بتشتغلوا مع بعض وكانكم فريق دايما في مجموعه من الافلام. اولا بمسي عليك يا داوود. الله يخليك، اهلا يا طبعا افلام داوود، انا بالتاكيد داوود انا مرتبط بيه لانها رحله حياه يعني. من اول يعني اهم افلام عملتها طبعا افلام مع داوود، وتقريبا كل افلام داوود ما عدا اعتقد البحث عن سيد مرزوق، ما عدا البحث عن هو كان محظوظ كان كله خارج يعني كان كله لا، وكان كان وقتها كنت في ظروف، كنت في اسكندريه كمان، وكمان كان صعب ابقى معاه، لانه حتى لو خارج كنت هبقى معاه حتى لو هو مش قابل يعني. ايه اللي مختلف في شغل داوود عبد السيد اللي بيستفز انسي ابو سيف يخليه يعمل حاجه مختلفه؟ العالم بتاعه يعني. انا بدخل في العالم بتاعه من اول ما بقرا السيناريو، بدخل في عالم غير التقليدي، غير العوالم اللي اشتغلتها قبل كده، الافلام اللي اشتغلتها قبل كده. داوود عنده عالم خاص بيه قوي، وبالنسبه لي انا كمهندس ديكور المكان عنده مكان معبر جدا، وده بيبان من السيناريو يعني. المكان لو ما فيهوش اشخاص لازم ينقل الاحساس اللي هو عاوزه. ده احيانا بيبقى في تحدي كبير لمهندس ديكور.
والنهارده المره دي في قدرات غير عاديه، اعتقد انت نقلت بكثير من الوان الفرح. يعني انا لاحظت ان الالوان ازرقات كتيره، يعني كلها معظمها الوان مبهجه، فانت كنت عايز تنقل هذه الرساله حتى لو فعلا زي ما بتقول الناس مش موجوده في الكادر مثلا. او هو المكان في قدرات غير عاديه الحقيقه هو مكان كما لو كان عالم خاص، مكان خاص بهذا العالم. وفعلا كل المشاهد اللي فيها الأحداث اللي بتدور في المكان، ما فيش حد ظهر في المكان ده غير الأبطال بتوع اللي عايشين في المكان، وبالتالي كان مكان جزء من الناس دي، فلازم يبقى معبر عنهم ومعبر عن الحالة. والحقيقة قدرات غير عادية يمكن ده أول حالة بتتنقل لي أنا في الفيلم. يعني أنا دايما بقول إن الفن السينمائي ده صورة وصوت ومزيكا، الفن التشكيلي صورة وألوان، الموسيقى هي الحاجة الوحيدة اللي ما هياش ملموسة، إنها بتنقل الحالة للمستمع. أنا رأيي إن قدرات عامل زي قطعة موسيقية، هي بتنقل حالة، لكن إيه اللي بيحصل جواها بعدين نفكر فيها يمكن من تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة. إنما الأول وهلة الفيلم عبارة عن قطعة موسيقية بتنقل حالة ونقلها بنجاح. طبعا ده مخرج، يعني ده أسلوب مخرج بيتعامل مع عناصره اللي هو تقريبا احنا. انا بشكرك. تحب تقول حاجة يا استاذ داود؟ لا، احب اقول ان مش بس مخرج، هو كل مشارك. يعني مثلا المكان ده اللي هو في قدرات ده انس اللي اقترحه. يعني انا ما كنتش شفته، يعني انا كنت فكرت في مكان فرحناه عند الماكس، يعني فرحنا لقيناه اتغير تغيير كامل، وانسي قال لي لا ابو قير، وكان عارف يعني المكان ده، يعني ده مطعم سمك اصلا يعني. ها، فهو يعني بافتراض بس خدتوه لو انتوا يعني المكان. ده لا، ده الواجهه دي هو اللي عاملها جوه، يعني ده قعد بناؤه، ده عامل حاجه تانية خالص. يعني لو رحت دلوقتي مش هتلاقي المكان ده، هتلاقي حاجه تانية. فهو افرضي ان هو ما اختارش المكان ده، كنا نعمل فيلم ازاي؟ نفس الحكايه في فيلم الكتكات مثلا، انتوا اخترتوا حي معين في الكتكات، بس كمان الكتكات ده حاره اتبنت وبعدين لا، الحي كان موجود، لان ده الروايه الاصليه في امبابه يعني. انما دي ده ديكور اتعمل، هو عمل ديكور فبنى ديكور. ده بنى يعني، ده شغل مهندس ديكور. لا، في فيلم مثلا زي سرق الفرح. سرق الفرح هي عشوائي المفترض يعني، بس لما تشوفي الحي العشوائي اللي عامله انسي ابو سيف، احنا بنشوف الاحياء العشوائيه في السينما عاملينها ازاي يعني. انا دلوقتي بحس ان انا ايه، نفسي اعيش في الحي العشوائي اللي عامله انسي، اللي هو عشوائي بس جميل جدا ومريح وبيطل على القاهرة وقدامه القلعة. ده اختيار أنسي على فكرة، المكان ده اللوكيشن ده اختيار أنسي. وبعدين بنى الحي، وازاي بناه؟ احنا كنا في الشتاء، فلو هو بناه بالخشب والمش عارف ايه وتنزل مطر باظ البتاع، فبناه بالطوب. أنا بقول لك ده مثال يعني، فعملوا حتى اقتصاديا أرخص من لو اشتغلوا كديكور زي ديكورات السينما. فعشان كده بقول لا، يعني أي فيلم أنا بعمله الكل مساهم فيه بشكل أو بآخر، كل المواهب، كل التكنيشنز، كل الممثلين، كل مهندس الصوت
طبعا اللي بيعمل الصوت كل الناس. بشكرك أستاذ أنسي أبو سيف، وبحييك الحقيقة على قدرات غير عادية، وواضح أنه الأستاذ داود وكل اللي بيشتغلوا معايا لديهم قدرات غير عادية. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار عن عالم داود عبد السيد، مش بس فيلم النهاردة، لكن الحقيقة أنه هو بياخدنا لعالم آخر. وزي ما قلت لكم، السينما هي الحلم وهي الواقع، وهي اللي بترقى بضمير الإنسان، هي اللي بتخش تدخل الفيلم تخرج محمل بكثير من المشاعر وكثير من الأحلام وكثير من الأفكار. عشان كده السينما مهمة، مهمة أنها إزاي ترقي ذوقنا وتخلينا نحس ونشوف بشكل مختلف. الأستاذ راجح داود هو ضيفنا النهاردة. داود عبد السيد، أنا بسمع كنت عشان عندنا راجح داود على التليفون. أستاذ داود عبد السيد هو ضيفنا النهاردة، ومعنا على الهاتف الموسيقار راجح داود. مساء الخير يا أستاذ راجح. أهلا، مساء الخير. أهلا بيك أستاذ لمين. أهلا بيك. قدرات عادية بالنسبة لك إيه المختلف اللي أنتوا قدرات غير عادية؟ إيه المختلف؟ هي قدرات غير عادية بالنسبة لي، قدرات غير عادية بتاعت داود عبد السيد. ايه المختلف؟ وده سؤال سألته الأستاذ أنسي أبو سيف، ايه المختلف اللي انت بتقدمه مع داود عبد السيد مش بتعمله مع حد تاني؟ لا، يعني هو المختلف اللي بقدمه مع داود عبد السيد طبعا هي التجربة، لان كل فيلم من افلام داود عندي تجربة خاصة جدا بيه والعالم بتاعه، وتجربة يعني بتبقى يعني معظم افلام كل افلامه فيها تجارب، فيها يعني من الناحية الانسانية فيها متعمقة جدا، فدي بتبقى مساحة لاي مبدع بما فيهم انا طبعا، ان هو يعني يستحضر افكار من يعني من افكار داود نفسها، من نوع السينما اللي بيقدمها داود. بتشتغل ازاي يعني؟ بتقرا الفيلم وبعدين تتناقش معاه، وبعدين بتشتغل ازاي؟ بتفكر ازاي؟ اصل السينما التصويريه دي صعبه برضو، مش سهله يعني. طبعا موسيقى يعني التصوير، انا مع الاستاذ داود معتاد على ان هو عاده بيديني السيناريو، وهو نفسه كمخرج وككاتب سيناريو اكتر يعني بيبقى عنده تصور خاص للمناطق بتاعه الموسيقى او نوعها، يعني حتى احيانا في السيناريو هو بيكتبه. ده زي ما كنا بنتكلم مع كتكات من شويه على المشهد بتاع الشيخ حسني ودخول الموسيقى في لحظه معينه. مظبوط. بالظبط. وفي ارض الخوف، هو طبعا وارض الخوف وقدرات غير عاديه ورسائل البحر يعني. فهو طبعا وطبعا بيعقب القراءه مشاهده او مناقشات وطرح افكار. وداود من النوع اللي يعني بيدي مساحه للآخرين إنه يشاركوه أفكارهم أو هو شاركهم أفكارهم، يعني مش دكتاتور، يعني مش مستمع جيد جدا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ راجح داود. أنت مش دكتاتور يا أستاذ داود؟ لا دكتاتور بمعنى إيه؟ ما أنا في النهاية عندي تصور بعمله، أي رأي جوه التصور مفيش مشكلة جوه التصور طبعا، لكن لو حد جاب لك رأي بره التصور، ما بره التصور يبقى بره السيناريو ده، بره الفيلم، بره الموضوع. يعني التصور هو في خطة، في بلان، زي ما ترسمي بلان العمارة اللي هو السيناريو. جوه التصور بقى نتكلم،
بتقلق من المنافسة؟ ما اعتقدش. السبب بسيط واضح، يعني ان احنا يعني كل واحد بيمشي في التراك لوحده. يعني في النهاية منافسة بأنهي معنى؟ بمعنى يعني لما تنزل مجموعة أفلام، يعني منافسة حتى بين المخرجين، أنك تشعر أن هذا لا لو أنت قلتي لي منافسة بين الأفلام ممكن، إنما بين المخرجين لا. يعني قصدي لو أنا فيلمي موجود وفيلم تاني موجود، طبعا هم بيتنافسوا طبعا، إنما أنا ومخرج آخر لا، طبعا مفيش تنافس، لأن لا هو يقدر يعمل اللي أنا بعمله ولا أنا أقدر أعمل اللي هو بيعمله. اليومين دول يعني اكتر افلام بوكس اوفيس وبتحقق ارباح هي افلام للسبكي. شايف ايه؟ شايف السينما رايحه فين؟ هل انت شايف ان هو ده اللي موجود وهو ده اللي الناس هتاخده؟ هل احنا بنشربه للناس؟ في منهم بعض الافلام جيده على فكره. انا شايف ان في حمله غلط جدا على السبكيه. غلط جدا. ليه بقى يا استاذ؟ لان يعني السبكي ايه؟ السبكي منتج شاطر وتاجر شاطر، هو بيعمل السلعه اللي المجتمع عايزها في وقت من الاوقات، الرائجه. السلعه الرائجه. انت مش عاجبك الذوق ده؟ ما تروحيلوش. لا مش بس ما تروحيلوش، لو انت مش عاجبك على مستوى انت مش عايزاه اصلا يطلع السينما دي، طب كويس. بس انت مش انت بقى، انت اللي عملتي، مش انت قصدي كدوله، يعني الدوله النظام هو اللي عمل الناس اللي طالبين ده، هو اللي معلمهمش، هو اللي ما خلاش بالهم، هو ما ثقفهمش بالظبط. فانما هم السبكيه او السبكي، يعني اختصارا، يعني هو بيعمل السلعه الناجحه. يعني مش كان في زمان مثلا اعلانات لمربى خرز البقر علشان البنت تتخن، الستات يتخنوا ويربربوا؟ ايوه. طيب ماشي، الستات عايزين يربربوا، دلوقتي الستات عايزين يعملوا جيم، ايوه عايزين يرفعوا، فاهمه قصدي؟ يعني هي الفكره، انت ده سلعه، هو بيعمل السلعه دي. وطالما انت ما بتقدمش، مش برضو حضرتك، طالما انت كدوله ما بتقدمش السلع المقابله الجيده التي تطرد السلع الرديئه او السلع يعني اللي انت مش عايزها، انا ماليش دعوه، انا ما بعتبرهاش رديئه، لان الافلام التجاريه، انت كنت بتتكلمي على التجاريه والجماهيريه، لا الافلام التجاريه دايما، شوف الافلام الامريكاني، الافلام الامريكاني يعني في افلام زباله يعني، بس لان الكم ضخم جدا. بالظبط. لا انت بتشوف الكريمه بتاعته. صح، واخده بالك؟ انت بقى لان عندك بتنتجي عدد قليل من الافلام، فالكريمه بتاعت بتبقى رفيعه قوي، تبقى فيلم اتنين تلاته، لما يبقى الامور كويسه قوي يبقوا خمسه، واخده بالك؟ هنا بقى دور الدوله ازاي تدعم اتجاه معين، وازاي تحاول تخلي الافلام الجيده موجوده. شايف ان مؤسسه السينما لازم ترجع تاني كدوله، ولا ان الدوله يجب ان توفر وسائل دعم للانتاج؟ مؤسسه السينما مش مؤسسه السينما، انا ضد ان الدوله تدخل في الانتاج تماما. انا مع ان الدوله تدعم الانتاج، مش تنتج. تدعمه ازاي؟ تدعمه في نظام دعم على فكره، عاملينه ب 20، بيدوا 20 مليون كل سنتين ثلاثه. يعني ده نظام دعم موجود، ممكن يتحسن، ممكن اللائحة بتاعته تتغير، ممكن حاجات، ممكن البنوك انها تقرض، يعني يسمح للبنوك انها تقرض الافلام، لان ده برضه لا في دعم بطرق مختلفة. اول دعم في مشاكل السينما يجب ان تحل، في القرصنة دي لازم الدولة تشوف ازاي تتعالج، ومعروف يعني تتقدم حلول لها المشاكل ده. التمويل لازم يعني انا مش فاهم ازاي يبقى احنا بنعمل افلام علشان نبيعها لقنوات. طيب ليه ما بنعملش احنا قنوات افلام؟
وتبقى مدعومه ومدعومه مدعومه بالاعلانات. انا ما اعرفش بقى ده، انت عارفه دي حاجات بره معلوماتي يعني، ما بفهمش فيها يعني. انما مدعومه حتى بقول لك بالاعلانات. ها يعني في حاجات كتيرة قوي ممكن تعملها الدولة أو عليها أنها تعملها، مش ممكن، ده يجب أنها تعملها. الدولة مغمى عليها أيام التلفزيون العربي لما كان عملاق، كان بياخد الفيلم لمدة 5 سنين أي عدد من العروض، عدد لا نهائي من العروض ب5000 جنيه. فلما يجي بعد كده يعرضوا على المنتج اللي عامل فيلم من 30-40 سنة انهم يدوله 70-80 ألف جنيه ويشتروا النيجاتيف، طبعا الراجل لازم يوافق. طب وهكذا يعني. احنا لو بصينا في الامور هنلاقي ان غياب دور الدولة او استخدام السينما، يعني انت عارفة ان الاعلام في دولة يوليو يعني الا ولا زال موجود الاهتمام بالاعلام، وعلى حساب الثقافة وعلى حساب التعليم. الإعلام اللي هو الحشد، الإعلام التعبوي اللي بيحشد الناس عشان يمشوا في الطابور أو يمشوا في القطيع زي الغنم، واللي احنا بنحاول نرجعه، والغريب انه بيرجع دلوقتي مع وجود قنوات فضائية، ودي حاجة غريبة جدا. مع وجود قنوات فضائية خاصة يعني، قصدي انه واضح ان الدولة المصرية قادرة على انها تلم كل الناس بالعصاية. ويمكن البعض بيفضل ده يعني، ممكن تكون البعض طبعا وممكن مصالح ممكن يعني حاجات كتير طبعا طبعا، مش ان الدولة بتتدخل، ان البعض بيفضل. لا، هو الدولة بتتدخل وبترشح ناس يشتغلوا وبتدافع عنهم، ولو حصل لهم حاجة ودخلوا قضية تبرأهم وكل حاجة. كان نفسنا حد يقف معانا الحقيقه، بس يعني انا عايزه بس افكر الناس تاني بتريلر قدرات غير عاديه قبل ما ننهي هذه الحلقه. استاذ داوود انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك، وبدعو الناس انها تنزل تتفرج على قدرات غير عاديه، عوده لسينما مختلفه مفتقدينها بقالنا زمن. عندك ايه المشروع الجاي؟ بكتب فيه لسه يعني، مش ما ممكن ما تتاخرش بقى. ده بتاخد وقت طويل قوي، ايه ما بين كل فيلم وفيلم، ايه سنتين ولا حاجه يعني او اكتر ساعات؟ اكتر احيانا يعني، احيانا 5 سنين، واحيانا 8 وحاجات كده يعني. ميرسي، الف شكر. انا بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما نخرج من هذه الحلقه، الملك سلمان وجه خادم الحرمين الشريفين، وجه بالاسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمده 5 سنوات، واستثمارات سعوديه ب 30 مليار ريال، وايضا بدعم النقل، حركه النقل في قناه السويس من قبل السفن السعوديه. دي اخبار عاجله وصلتنا عاجل من الرياض، وأظن أنها سيتم مناقشتها مع زيارة ولي العهد محمد بن سلمان الآن في القاهرة. بشكركم شكرا جزيلا، نتقابل الأسبوع الجاي بإذن الله، وهذه لميس الحديدي تحييكم، أصبحوا على خير.